انا لقيت واحد الرقم لقيتو عند ستيفن سميث وفكر ان ديستا ماروكا كيقول لك بان الحرب الفرنسيه الجزائريه في حرب التحرير الجزائري عدد الاموات في الجيش الفرنسي 34000 في لا غير دو باسيفيكاسيون في المغرب عدد الاموات ديال الجيش الفرنسي 36000 بعتادهم وقواتهم والاخره 36000 يعني اكثر من ما تشوف في الجزائر. ما معناه انا اقول ملي كتقول ملي كتشوف ملي كتقول القوى غير متوازنه دي فورس اينيغال بحال دابا في اسرائيل شحال مقابل الاسرائيلي كيموتوا 5 الفلسطينيين. الا قبطنا هذا الرقم هذا سميتو اربيتريرمون ولكن كلون ديروا حساب علمي اكثر 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 من هذا. كنا نديروا حساب علمي اكثر من هذا وهو انه ملي كتضرب ملي كتقول لي باننا عندي 1.5 مليون شهيد في الجزائر والاخرين عندهم 36 كندير انا عمليه كنقبل 1.36 مليون 1.5 مليون كنقسمها على 34000 كتعطيني واحد الرقم ولا قسمت على 36000 كتعطيني رقم. اذا العدد ديال الضحايا في المغرب غيكون فات 1.5 مليون ديال الجزائر ولكن ما عمر المغرب استعمل هذه الاوراق هذه ما عمرنا استعملنا الورقه ديال الاسبانيين ديال الكازاج. اول مره استعملت المواد الكيماويه في الحرب استعملت ضد المغرب في الشمال في الريف. هذه هي الحقيقة التاريخية.